مشاهدي قناة شوف تي في، مساءكم سعيد، مرحبا بكل السائرين معنا في هذا المباشر على قناة شوف تي في في اليوم 14 من شهر رمضان الكريم، وفي الليلة 14 من شهر رمضان المعظم. إذن نحن معكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة الليلية باش نناقش معكم رأيكم يهمنا في التدخل الناجح لعناصر الشرطة القضائية رجال الحموشي الذين تمكنوا من القبض على منفذي السرقة المثيرة لمحل لبيع المجوهرات والحل برأس مصلى وسط مدينة طنجة. ده كما هو معلوم وكما تابعتم معنا مشاهدينا الكرام على قناتكم شوف تي في التي عودتكم على دق للخبر والحدث في حينه، فكان يوم تنفيذ العملية ليلة الثلاثاء 20 أبريل الجاري الموافق لسابع رمضان، حينما قرر سرقة محل لبيع الذهب وخطط لاقتحام منزل مهجور بجوار المحل ودخله عبر نافذة صغيرة ليجد أنفسهما أمام جدار يفصلهما عن المحل المستهدف، وما كان عليهما إلا أن شرع في إحداث ثقب بالحائط للوصول لهدفيهما. إذن عملية الحفر استغرقت ليلة كاملة ولم تثر أي انتباه بعدما اختار اعتماد أدوات بسيطة في أشغال الحفر وتسلح بالصبر لتحقيق هدفهما من خلال استعانتهما بالطرنوفيس لإحداث ثقب صغيرة في البداية قبل أن يعمل على توسيعه شيئا فشيئا، واستمر الحفر بشكل متقطع بعد كل ضربة وقفة خفيفة إلا أن تمكن من الولوج إلى داخل المتجر والاستيلاء على كافة محتوياته ومغادرة الموقع من نفس معبر دخولهما. إذن هكذا نفذ مشاهدينا الكرام منفذي سرقة محل بيع المجوهرات عملهم الإجرامي بعدما تم اكتشاف هذه السرقة في صبيحة يوم الأربعاء 21 أبريل. كما ذكرت بحي مصلى عند ملتقى شارع المكسيك الذي يعد أحد أهم الشوارع التجارية وسط مدينة البوغاز، إذن عملية السرقة صارت حديث الخاص والعام بالمدينة بحكم طابعها الهوليودي، وأعادت إلى الأذهان عملية سطو أخرى شهدتها طنجة الكبرى، وظلت مجموعة من الأسئلة بدون أجوبة حول كيفية تنفيذ هذه العملية وسط تلك المنطقة دون أن يثير مرتكبوها أي انتباه. إذن بعد تنفيذهم لهذا العمل مشاهدينا الكرام نجحت عناصر الأمن الوطني بولاية أم طنجة بعد تحرياتها انطلاقا من نتائج مراجعة كاميرات المراقبة ورفع البصمات بمسرح الجريمة وتتبع خطوات بعض المشتبه فيهم من ذوي السوابق في السرقات الموصوفة، أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهما ليتم رصد تحركات المدبر الرئيسي ومراقبة مسكنه بحي المرس بمنطقة بني مكادة قبل أن تتمكن عناصر الشرطة القضائية بولاية أم طنجة من إيقافه مساء الاثنين 26 أبريل
أي بعد أقل من أسبوع على وقوع حادثة السرقة، وألقي القبض أيضا على مساعده. بعدما تم العثور على المسروقات داخل منزل أخت أحد الموقوفين، لتتمكن عناصر الأمن من حجز كافة المجوهرات والحل المسروقة وإرجاعها لصاحب المحل. إذن أشير مشاهدينا الكرام على أن المدبر الرئيسي لهذه العملية بلغ من العمر 36 سنة، وهو أب لطفلة، وقد كان مهاجرا بإسبانيا قبل أن يتم طرده من أجل الإقامة غير الشرعية. وخلال مقامه بالديار الإسبانية تورط في 6 قضايا تتعلق بالسرقة، وبعد عودته للمغرب استأنف نشاطه الإجرامي، وسبق له أن أدين 4 مرات أمام القضاء من أجل تهم تتعلق بارتكاب السرقات، وعاد مجددا لتنفيذ العملية الأخيرة رفقة شريكه البالغ من العمر 29 سنة الذي يتقاسم معه السوابق العدلية بعدما تعرف عليه في السجن، لكن سرعان ما باءت محاولتهما بالفشل بفقدانهما المسروقات الذهبية التي أخفاها المدبر الرئيسي بمنزل شقيقته حين اختار الإقامة عندها في محاولة للاختفاء عن الأنظار مباشرة بعد تنفيذه العملية دون أن يخبرها بما يحمل في حقيبته. وفق ما كشفته المعطيات الأولية للبحث الذي يتواصل مع الموقوفين تحت إشراف النيابة العامة قبل إحالة ملفهما على القضاء ليواجه المنسوب إليهما. إذن مشاهدينا الكرام، مرحبا بتفاعلاتكم وتعليقاتكم بعدما اطلعتم على التفاصيل الكاملة لعملية السطو الهوليودية التي قام بها منفذي عملية سرقة متجر للذهب برأس مصلى. شكرا العياشي على التحية، حسن كذلك، عز الدين الرجاوي شكرا على التحية، محمد كيجان شكرا لك، طه الجباري. إذن تحية لرجال الأمن وجبروا الفلوس. لا يا أخي، أصلا المجوهرات مازال ما تباعوا باش يجبروا الفلوس، كانوا باقي مخبين في الدرد الأخص ديال المنفذ الرئيسي لهاد العملية السرقة، باقين في البانيزة اللي يجمعوا فيها المسروقات، باقين ما دركوا يبيعوهم باش الفلوس ما عندهم حتى علاقة، لأن كيف ما تم مداهمة منزل شقيقة المتهم الرئيسي في ارتكاب هذه السرقة، وجدوا بأن الذهب باقي في بلاصتو، باقي في الحقيبة اللي جمعوا فيها جميع المسروقات من المحل الكائن برأس مصلى. شكرا للهادي أسلكي، شكرا كذلك كريم، كذلك يقول رشيد بصير لا سمعنا بأن حتى الفلوس سرقوها من المحل. يا أخي، بلاغ ديال المديرية العامة للأمن الوطني لم تشير إلى وجود مبالغ مالية ضمن المسروقات. البلاغ أشار على أن تم حج يعني تم العثور على جميع المسروقات من حلو المجوهرات،
بدون ذكر المبالغ المالية. أوفيسينا يقول برافو بوليس المغرب، شكرا لك. شكرا مريم الرميقي، شكرا على التحية وعليك السلام. الناجي زكريا يقول برافو رجال حموشي على تدخلهم الناجح. أسواف كذلك مرحبا بك. هشام بليدة مالو يقول هل تم إعادة جاري ماكينة ولا لا؟ لا يا أخي، تم عرض المسروقات فقط بمقر ولاية أمن طنجة. أنا صعيب باش يكون إعادة تشخيص الجريمة في ديك المكان اللي كيعرف حركة تجارية. شوفوا الإخوان، شوفوا معنا حنا في هذه الصدفة هذه للأسف هنا في رياض عين قطيوط، كنشوفوا على ان مجموعه من الساكنه مخترقين حجر التجوال الليلي للاسف. كيتسناو غير تمشي دوريات الشرطه والقوات المساعده كيعاودوا يرجعوا يخرجوا باش يتنزهوا. للاسف ضاربين عرض الحائط التزامات بحظر التجوال الليلي للأسف. كنتمنى لو ما تتكررش مثل هذه السلوكيات. محمد محمد شكرا لك. مريم الرميقي تقول تحية لرجال الأمن. كذلك الحسين يقول تحية لرجال الأمن، برافو لرجال حموشي. إبراهيم السافي يقول خبر زوين، سيد راجل كبير كرمو في رزقو العرق اللي فيه سنوات، خدموا البوليس في هذه القضية مزيان ما تعطلوش، يستحقوا التهنئة. شكرا إبراهيم، أكيد لأن بالفعل برافو لجال الحموشي على نجاعتهم في الوصول إلى هوية هؤلاء الأشخاص. إذا بعد أسبوع تقريبا تمكنوا من توقيف الجناة واسترجاع جميع المسروقات لصاحب المحل. إذن مشاهدينا الكرام شكرا على تواصلكم معنا، شكرا لكل السائرين
لمازال سهران معنا في هذه الليلة الأثيرية مباشرة على قناة شوف تي في من طنجة. إذا ناقشنا معكم موضوع خبر توقيف شخصين متهمين رئيسيين في سرقة مثيرة لمحل تجاري بحي رأس صلة، محل بيع المجوهرات والحلي. إذن جميع التعليقات تهنئ عناصر الأمن بولاية أم طنجة، خاصة الشرطة القضائية والعلمية، على مجهوداتهم الجبارة التي مكنتهم من التوصل إلى مرتكبي هذه السرقة التي هزت الرأي العام بمدينة البوغاز. إذن تحية لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، شكرا على تواصلكم معنا في هذا المباشر، تصبحون على ألف خير. ألقاكم غدا إن شاء الله في مباشر جديد غدا في الصباح إن شاء الله. مخليكم ما تمشيوا فين، تابعوا فقرات وبرامج قناة شوف تيفي التي خصصت لكم برامج خاصة لهذا الشهر الفضيل. تحية لكم أينما كنتم، تقبل الله صيامكم وبصحتكم مسحوركم، تصبحون على ألف خير. إلى اللقاء.